طبعا المشتقة العليا يعني ايه؟ يعني مشتقة خرجت يا كريم، لا رجعت تاني منور الدنيا. نفاضل مرة واثنين وثلاثة، يعني نجيب كده مثال واحد نشتغل عليه حالا. مشتقة ده الواحد، ده الاثنين، يعني لما اقول المشتقة الأولى دال صاد على دال سين، دي المشتقة. مع السلامة حبيبي، مع ألف سلامة، نورتني وشرفتني، إن شاء الله أنتظرك يوم الأحد. على دال سين دي المشتقة الأولى، بنسميها كمان صاد داش. المشتقة الثانية صاد دبل داش، بنسميها أو بنقول دال التفاضل الثاني لصاد على دال تربيع سين، وهكذا بقى. صاد ثلاثة الاشتقاق الثالث، طبعا هي الأفضل، التربيع المشتقة الثانية الدال اللي عليها اتنين، لأن أنا بدخل دال على دال سين، يعني المشتقة الثانية دي، بصوا كده المشتقة الثانية عبارة عن صاد داش، دي هيخش عليها مين؟ دال على دال سين، فطبعا دال هتخش على دال، يبقى دال تربيع على دال سين تربيع، وهكذا من اول هنا اسمها عليا. يعني عليا يعني المشتقه الثانيه عليا، المشتقه الثالثه دال تكعيب او ثلاثه صاد على دال صاد تكعيب، دال سين تكعيب، دي المشتقة الثالثة. وهكذا نجيب مثال نشتغل عليه. ثواني كده يا شباب، هذه الكتاب تمام بتشير قدامنا. المثال الأول اللي تعالى نشوفه هو طالب المشتقة الثانية أو الثانية، هنجيبه كده ونشتغل عليه حالا. أهو نبدأ نحله إن شاء الله سوا. طبعا ألف وب، أدي ألف، مدينا ألف إيه بقى؟ صاد بيساوي اتنين سين أس أربعة، خليها كده أحسن عشان نفرق بينه وبين صاد بسرعة، زائد تلاتة سين ناقص خمسة. هنعمل التفاضل الأول عادي خالص، صاد داش بيساوي هنضرب الأس في اتنين هيبقى تمانية،
سين تكعيب زائد 3 سين هنقص من أس 1 أس 0 طارت كلا المشتقة. طيب المشتقة الثانية صاد دبل داش يساوي هنضرب 3 في 8 24 ننقص من أس 1 تربيع وتفاضل الثابت بصفر، دي المشتقة الثانية العليا طبعا، يعني بعد المشتقة الأولى اسمها مشتقة ثانية أو مشتقة عليا، ثالثة عليا، رابعة عليا وهكذا. تعالوا نشوف به به أهي، لما نيجي نفاضل مشتقة أولى مربع المقام واحد سين ناقص واحد فوق، ده طبعا تربيع فوق، هنعمل ايه؟ هتبقى تفاضل البسط هيطلع بواحد، نثبت المقام طرح نفاضل البسط اللي هو نفاضل المقام اللي هو برضو واحد ونثبت البسط يطلع معانا ايه؟ يطلع معانا تربيع المقام طبعا الطرح ده هيتوزع جوه ناقص سين ناقص واحد، فالسين طارت مع سين هيبقى لنا ناقص اتنين، تمام؟ بقى منظرها أبسط، إزاي منظرها أبسط؟ سالب اتنين وبعدين سين، هنكتبها تحت اهي، سالب اتنين قوس سين ناقص واحد قوس سالب اتنين، هنعمل ايه؟ نضرب القص في اللي قدام القوس هيبقى موجب أربعة، وننقص من القص واحد يعني سالب تلاتة، طبعا كده المشتقة التانية دي المشتقة التانية، يبقى لنا مين بقى لما نقص من القص واحد؟ سالب تلاتة، ولو عايزينها هو عاملها في الكتابة هي نشوفها سوا. طبعا دي عاملها كسر، شايفينها ازاي؟ موجب أربعة كسر تكعيبي تحت أربعة فوق للقوس تكعيبي سين ناقص واحد في المقام، وسين مستحيل تساوي واحد طبعا عشان ما يطلعلناش صفر المقام، صفر المقام هيبوظ الدنيا، فنكتبها بالطريقة اللي هو حاببها أو شايفها أو في الاختيارات. لو كان سؤال اختيارات ادي أربعة سين ناقص واحد الكل أس تلاتة، تمام؟ إن شاء الله تكون سهلة. في مين تاني معانا؟ نجيب كده باقي الكتاب. زي ما انتم شايفين معايا اهو، هنحل جيم ودال معنا نفس المثال جيم ودال، وبعدين نحاول ان تحل كمان نحلها مثال اتنين ان شاء الله نخلص الدرس. حلو قوي، بسيط يعني، مش حاجات كتيره في كتاب الوزاره مش زي الكتب الخارجيه. نحل جيم ودال حالا، نشيرها انتم شايفين اهو، بس طبعا هعمل ايه سكرين شوت عشان نعمل تعديل ونكتب.
هي. طبعا عايز المشتقة الثانية هي عليا لجيم، يعني صاد دال صاد على دال سين هي صاد داش الأول، تفاضل الجاء جتا، جتا مين؟ جتا تلاتة سين ناقص اتنين. طيب تفاضل ما بداخل القوس ضرب تلاتة، تفاضل قدام القوس صاد دبل داش سالب، دي لما تتكتب بصورة أبسط تتكتب إزاي؟ تلاتة جتا تلاتة سين ناقص اتنين. هنا بقى تفاضل الجتا سالب جا، يبقى في سالب قدام التلاتة، وبعدين بدل الجتا جا تلاتة سين ناقص اتنين، وبعدين تفاضل ما بداخل القوس تلاتة تاني، الناتج النهائي المشتقة التانية سالب تسعة جا الزاوية المعطى، نقدر نقول سالب تسعة صاد تفاضل التفاضل التاني سالب تسعة صاد، لأن طلع لنا صاد في الآخر أهي، لأن تيجي في الاختيارات كتير جدا زي كده، تشوف دلوقتي الكتاب نتكلم عنها إزاي، سالب تسعة زي ما هي من أول هنا كده صاد. هو حللها دال اهو شايفين معايا سالب تسعة بس من غير صاد. تعالوا نشوف دال حل زي معانا دال اللي هي جذر، جذر صاد بتساوي جذر تلاتة ناقص اتنين صاد بتساوي تلاتة سين ناقص اتنين. هنعملها ازاي؟ التفاضل الأول صاد داش، تفاضل الجذر واحد على اتنين الجذر، زي ما يكون الجذر اكتبه زي ما هو، وبعدين تفاضل ما بداخل الجذر تلاتة كده، تفاضل الأول تلاتة على اتنين، تفاضل الثاني. طيب نكتب التفاضل الأول بصورة أبسط عشان يريحنا، تلاتة يريحنا في التفاضل الثاني على اتنين، خلي الجذر قص سالب نص هنا جوه القوس تلاتة سين ناقص اتنين. طيب لما اجيب بقى التفاضل الاعلى اللي هو التفاضل الثاني صاد دبل داش، هنضرب القوس في اللي قدام القوس، هيبقى معايا مين؟ سالب تلاتة على اربعة. نفتح القوس ده زي ما هو ونقص من قص واحد، يبقى ناقص تلاتة على اتنين، لما نكون نص بالناقص ناقص واحد ناقص تلاتة على اتنين، في تفاضل اللي جوه كمان، الناتج النهائي معايا ايه؟ هيكون بالطريقة دي، تسعة سالب تلاتة في سالب تلاتة على الأربعة، وبعدين قوس اللي هو قيمة الصاد
هوريك قيمة الصاد دي ازاي، يعني جذر أس سالب 3 صاد أس سالب 3، هنخليها كده الأول، ده النهائي خالص. في كذا صيغة بقى اللي كتبته، تعالوا نشوف أول صيغة. أول صيغة هخلي سالب لأن حسب الاختيارات زي ما اتفقنا كده، احنا خلصناه ده، يعني سالب 9 على 4 ده كسر 1 على الجذر التربيعي للقوس تكعيب 3 س ناقص 2. دي أول صيغة أو أول فورم. الفورم الثانية ممكن 9 تضرب في الواحد تبقى سالب 9، بس ما حدش يتلخبط، يبقى دي كده راحت سالب 9 على 4 جذر، خليها هنا كده. طيب في صيغة ثانية، في صيغة ثانية، هو الجذر ده مش ممكن يبقى كل تكعيب بره، يعني شيل التكعيب دي نخليها بره تكعيب، هنا التكعيب بره، يعني سالب 9 على 4 صاد تكعيب، لأن صاد في المقام تحت، صاد معانا فين في السؤال أهي، بس صاد فين؟ صاد أهي، فهي جاية هنا صاد، الجذر ده في البسط فبقى في المقام، فالجذر 3 س ناقص 2 هتدينا صاد، صارت صاد بقت صاد في المقام، تمام؟ برضه صيغة من صيغة الـ الأسئلة، ممكن نسحب من التربيع ده واحد بره تبقى الصيغة مختلفة تماما، سالب 9 على 4 يطلع من تحت القوس 3 س ناقص 2 ومضروبة في الجذر اللي هو من غير تربيع صيغة أخرى من الحل، كل ده يعادل الحل، سواء ده هنا الحل ده هنا حل برضه. بص بقى في كتاب مديها لنا اهي بالظبط، 9 على اخر حل بتاعنا، 9 على الجذر الرباعي 9 على 4 الجذر 3 س ناقص 2 تربيع، مدينا على اول صيغه سؤال بتاعنا ده، السالب طبعا قدام اهي زي ما انتم شايفين. ليه بقى س اكبر من 2 على 3؟ صفر المقام، كل مره بيدرس صفر المقام وده ممكن يلخبطنا في الامتحان. يعني ايه صفر المقام؟ في اي مساله مقام فيها مجهول لازم اساويه بالصفر واقول القيمه دي ما تجيش في المقام ابدا. مين المقام معانا هنا؟ في مجهول 3 س ناقص 2 ممنوع، 3 س ناقص 2 تاخد صفر ابدا، لو ده جه صفر هيبقى المقام ليس له معنى، مساله كلها باظت. فهنعمل ايه بقى؟ نحل على الكلام ده، تبقى 3 س بتساوي 2، هنقسم على 3 هتبقى س ب 2 على 3 تخليه صفر، عشان كده بندي عدم صفرية المقام بإن س تاخد 2 على 3، ده اللي عامله في الكتاب طبعا من غير ما يشرحه، احنا شرحناه عملنا ايه في الكتاب. نكمل ناخد المشتقة التالتة، طالب المشتقة التالتة في حاول أن تحل، مش التانية بقى هنعملها حالا، المشتقة التالتة أ و ب و ج و د، وفي تفكير ناقل سيبهولكو، عايز النمط المتتالية، استكشف النمط المتتالية في التفكير الإيه الناقد. وفي بعد كده الإثباتات بتاعت الجزء ده مهم جدا، الإثباتات بتاعت الجزء ده في مثالين، مثال 2 ومثال 3 اثبت أن، اشتغلهم سوا، يبقى كده أول ساعة إن شاء الله نفنش فيها ده.
الناس اللي بتشوفنا أوفلاين متسجل تبعت لنا أي سؤال أي استفسار، إحنا في صفحة 15 كتاب المدرسة. إن شاء الله رحلة تفنيش أو نخلص فيها كتاب المدرسة أي مشكلة ابعتوا لنا على طول، ونحاول نكون مع بعض فيها إن شاء الله تعالى. هحط لكم حالاً الجزء ده ونبتدي نشتغل عليه. المشتقة الثالثة A و B و C، حاول أن تحل نحلها سوا. أهي طبعا نحل رقم واحد ألف واحد، اكتبها كده على جنب، ألف هنا. المشتقة الثالثة، أول حاجة المشتقة الأولى بتاعت المسألة صداش بتساوي تفاضل الأول أربعة سين تكعيب ناقص، طبعا احنا ضربنا اللي قدام السين ده قدام واحد ضربناه في أربعة ونقصنا من القص واحد، وبعدين اتنين ضرب اتنين أربعة سين قص واحد، الخمسة تفاضلها بإيه؟ بصفر. طيب المشتقة الثانية ص دبل داش، تلاتة في أربعة باتناشر سين تربيع، تفاضل أربعة سين هيبقى أربعة هنا دي التانية. طب التالتة تيجي ازاي؟ المشتقة التالتة اتنين في اتناشر باربعة وعشرين، نقص من القص واحد وتفاضل الأربعة مفيش صفر طبعا، ده معناها ان احنا انتهينا عند المشتقة العليا التالتة اللي هو طالبها. تعالوا ناخد به عين، هتبقى عين دل... ما يعني عايزين نقول عين داش ماشي، بس الأفضل نعرفها كده الأول، ده العين على أو بالنسبة لدال نون، بندرس تغير الدال عين بالنسبة لنون، أيا كان عين، ممكن عين سرعة ونون الزمن، ما نعرفش حسب المسألة وتطبيقها إيه. طيب يبقى عين داش الأول بتدينا مين؟ أفاضل القص أربعة هنا بقى اتنين نون ناقص واحد، أنقص من القص واحد تلات، تفاضل ما بداخل القوس اتنين، أول تفاضل دهنا تمانية والقوس مكعب. طيب نجيب التفاضل التاني كده بلون أزرق أو أخضر مثلا، التفاضل التاني دبل داش بنفس الطريقة، إن فاضل القص هنضربه في قدام القوس، هنا كان قدام القوس واحد عشان كده الأربعة ضرب واحد بأربعة، هنا هتبقى أربعة وعشرين، تلاتة ضرب تمانية اتنين نون ناقص واحد، الكل قص اتنين نقصت من قص واحد، تلاتة في تمانية بأربعة وعشرين اتنين نون ناقص واحد، تفاضل ما بداخل القوس في اتنين لما نبسط المسألة، اتنين ضرب اربعة وعشرين تمانية واربعين، مرفوع مضروب في قوس، قوس مرفوع لقص تربيع، اتنين نون ناقص واحد. طيب عين التفاضل التالت تريبل داش نفس الطريقة، هنعملها بالأزرق بقى المرة دي، مثلا اتنين ضرب تمانية ستة، معايا الواحد اتنين ضرب واحد تمانية واحد تسعة،
القوس 2 نون ناقص 1، ما فيش قص نهائي، بس في ضرب ما بداخل القوس 2. لما اضرب 2 في 96 ب 100، 92. 2 نون، ودي ابسط صورة، عايزين نضرب 2 نون في 2 عادي، 2 نون ناقص 1، ده حل النهائي بتاعنا. تعال نشوف بقى ييم تطلع معانا ازاي. جيم بتساوي، اكتبها بالاسود طبعا، دي دال س، يبقى هنقدر نشتغل س داش على طول. س داش اهي هتدينا مين؟ سالب جا، تفاضل الجتا سالب جا، الزاويه بتاعتي اتنين س زائد باي، تفاضل ما بداخل القوس اتنين بس، دي س، نعمل س دبل داش بالمرة في الآخر نضرب، لأن مفيش حاجة مضروبة قدامها. سالب جا تبقى سالب جتا زي ما هي، دورية. يعني إيه دورية؟ يعني بتتكرر، جا سالب جتا، جتا سالب جا، وهكذا. هتشوف دلوقتي هي ازاي موجب. هتبقى 2 س زائد باي، ضرب تفاضل ما بداخل القوس، ضرب 2 تاني يبقى 4، بكل خطوة هنبقى ضرب 2. التالتة بقى، بص التالتة ترجع للأصل، تفاضل الجتا لوحدها هتدينا سالب جا في سالب، هتبقى جا موجب، راحت السالب. وبعدين هيبقى 2 س زائد باي، ضرب ما بداخل تفاضل ده 2 يبقى 8. يبقى الحل النهائي بتاعنا تريبل س هو 8 جا 2 س زائد باي، نقدر نخلي، معلش، 8 تبقى 8 كده صاد، يعني دي اصل او دال س، لو فرضنا ان دي صاد نخلي بقى دي صاد داش، صاد دبل داش، صاد تريبل داش، في الاخر خالص صاد تريبل داش، هي 8 س، او سوري 8 ص، ده اللي نفسها في الاخر طلعت معايا. طبعا اخر واحده خالص اللي هي مين؟ الداله الاصيه، دي هنحطها مع بعض سوا هنا، الداله الكسريه اسف اهي، دال هنحلها مع بعض تحت، ندينا مين؟ داله كسريه من غير توزيع، ما اقدرش اوزع، كل اللي اقدر اعمله اسميها صاد وابدا اشتغل. صاد داش هتكون بالصوره دي، تربيع المقام وتفاضل البسط 1، هثبت المقام س ناقص 1 في ناقص قانون، تفاضل المقام وتثبيت البسط، تفاضل المقام بواحد ضرب 1 نثبت البسط. برضو تعالوا نبسط اكتر، نعمل نسمبلها اكتر زي ما بنقول. الابسط ازاي؟ س ناقص 1
كل تربيع س ناقص واحد ناقص س هيدينا مين بقى فوق؟ مو ناقص واحد، لأن طبعا دي هتروح مع اللي جوه القوس، فهيدينا ايه؟ الدالة بالصورة دي. فهنبسط أكتر عشان نعمل تفاضل تاني. ازاي نبسط دي أكتر؟ سالب س ناقص واحد الكل سالب اتنين، والواحد فوق خلاص. طيب لما اجيب بقى الدبل داش بقت ابسط بكتير، وبعدنا عن الكسريه، هضرب القص افضله في السالب هيبقى اتنين س نقص من القص واحد تبقى سالب ثلاثة. تفاضل ما بيدخل قوس بواحد زي ما هو. التفاضل الثالث بتاعنا هنا هيبقى سالب ستة س نقص واحد كل قص ننقص من القص هتبقى طبعا زي ما انتم شايفين سالب أربعة. لما تتكتب بصورة كسرية تبقى سالب ستة فوق على س ناقص واحد كواد أو أس أربعة. طيب هنخش دلوقتي هنجيب مع بعض بالوزارة كده. خلاص حاول أن تحل واحد. في مثال اتنين اثبت أن ضروري جدا، ده بيجي كتير في الامتحانات وكتير قوي بيتلخبط مننا فيه. مثال اتنين الإثبات ده، بسم الله الكريم. احنا في صفحة 15 كتاب الطالب، ارفعه حالا. بس هناخد اشتقاق مثال اتنين اهو. نحطها كده، نبدأ سكرين اهو، نشتغل عليها حالا. اجيب بس مية. نكمل مع بعض يا شباب.
طبعا رقم اتنين اهي، نبدأ بالاسباب بتاعنا. اولا معانا مشتقة اولى، المشتقة اولى متربعة، مشتقة تانية مضروبة في مجموع س زائد ص. يبقى اول خطوة بعملها بجيب المشتقة الضمنية هنا للدال ص على دال س. يبقى اول حاجة افاضل دي تدينا 2 ص دال ص على دال س، ومضروب في 2 قدامها، والصاد 2 ص في مشتقة الايه دال س على دال ص. طيب الافضل نخلي 2 ص هنا، 2 ص زائد حاصل ضرب دالتين، نفضل السين تبقى 2 ص زي ما هي، زائد تفاضل الصاد هثبت 2 س، تفاضل الصاد هيبقى دال صاد على دال س، الكلام ده بيساوي صفر. طيب ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ هنشوف قيمة دال صاد على دال س لوحدها بكام، بس احنا شايفين في اتنينات متكررة، 2 2 2، نقدر نشطبهم بقسمة المعادلة كلها على 2، راحت. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنطلع اللي ملوش علاقة بدال صاد على دال س بره، يبقى سالب صاد، صاد اهي دال صاد على دال س زائد س دال ص على دال س بيساوي، دي هتطلع بره، سالب ص. دي اول حاجه. في كمان عامل مشترك لمين؟ عامل مشترك دال ص على دال س، كده انا عرفت قيمته. ازاي عرفت قيمته؟ لما اخده عامل مشترك هنا يدينا ص زائد س بيساوي سالب ص. لما نقسم بقى على القوس هيروح جاي هنا، دي القيمه النهائيه بتاعتنا دال ص، خلينا نكتبها هنا بالمره اهي، دال ص بالنسبة لدال س بيساوي سالب ص فوق على س زائد ص أو ص زائد س، مش تفرق الجمع مين الأول. دي أول جزئية طلعناها، خليها رقم واحد. نقدر بقى نشتغل بطريقتين، نجيب التفاضل الثاني من ده ونبدأ نعوض. دي الطريقة الأفضل والأسهل. التفاضل الثاني هنا مين؟ اللي هو دال صاد على دال سين تربيع. لما نفاضله هنربع المقام، ثابت تربيع المقام، وبعدين هنعمل ايه في اللي فوق؟ نفاضل البسط سالب واحد، تفاضل الصاد سالب واحد، والصاد نفسها تدينا دال صاد على دال س، وده هيبقى مضروب في مين؟ مضروب في المقام اللي هو الصاد زائد س او س زائد صاد، ناقص المقام، ناقص دي بره اصلا، الناقص دي كلها بره، يبقى ناقص المقام هثبت البسط هيبقى زائد ص، فاضل المقام اللي هي ص داش دال ص على دال س،
زائد واحد تفاضل مين؟ تعالوا كده نشوف هيحصل ايه فوق في البسط. فوق اول حاجه في البسط هوزع، دي هتتوزع هنا، يعني سالب د ص على د س مضروبه في ص زائد، تبقى ناقص طبعا وهي ناقص قدامها، د ص على د س مضروبة في سين زائد، بص بقى الجزء ده، صاد دي مضروبة في دي موجب هتروح مع دي، بس تعالى الأول نكتبها كده عشان تبقى واضحة قدامنا. صاد في مسائل الامتحان ضروري جدا نكون فاهمين بنعمل ايه فيها، دال صاد على دال سين طبعا واضحة قوي، دي بالموجب هتروح مع السالب، يبقى لي بس زائد صاد. مشكلة الألوان الحمد لله ما عملش تداخل، لو الألوان نفس اللون يعملوا تداخل. طبعا المقام ثابت، صاد زائد سين أو سين زائد صاد الكل تربيع. هنبسط أكتر، إزاي نبسط أكتر؟ هنقول نخلي دي صاد داش، عشان بس ما يبقاش معانا كده الدنيا داخلة على بعض، هنخلي دي صاد دبل داش. طبعا البسط فوق في صاد موجبة في الأول ناقص دال صاد، نخليها صاد داش سين على مربع المقام. الكل تربيع. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ نبتدي بقى ناخد واحد واثنين ونعوض في اصل السؤال، يبقى من واحد واثنين التعويض فين؟ في اصل السؤال بتاعنا، ادي اثنين وادي اصل السؤال. هنمسك تربيع سين، سين زائد صاد بره كده زي ما هي، نكتب الاصل بالاحمر، الأصل بالأحمر، س زائد ص هي ص زائد س، وهنعوض مكانها ص دبل داش، ص دبل داش أهي، ضل مقامه س زائد ص أو ص زائد س زي ما هي عادي خالص أهي، تربيع على ص فوق ناقص ص داش س. ده أول حد معانا، الحد الثاني 2 بالزائد على صاد داش، أهي صاد داش هيبقى سالب صاد على نفس المقام صاد زائد سين بس من غير تربيع. نكمل، عايز يعمل بقى مين؟ دال صاد دال سين الكل تربيع، يعني أجيب دي وأعملها مربعة، كم مربع الصاد داش؟ هيبقى الصاد تربيع فوق على صاد زائد سين أو سين زائد صاد الكل تربيع. ما نشوف بقى ندرس ده كله بكام؟ بالراحة كده، أول حاجة روح مع تربيع المقام أهو عادي خالص، عايزين نعوض كمان تعويض الصاد داش دي، الصاد داش دي ليها تعويض، فينها هيك؟ يبقى المقام ده اللي هي صاد دبل داش معانا صاد ناقص، هيبقى مقام فوق ناقص صاد على صاد زائد سين من غير تربيع، كل ده مضروب في سين، ومقام سين نضربه كده صاد زائد سين رجع لنا تاني تربيع، واخدين بالكم من الحته دي؟ ضروري جدا رجع لنا تاني تربيع، زائد
اتنين هنخليها بالمرة، خليها زي ما هي عشان هنوحد دلوقتي على صاد زائد سين تربيع. الدنيا شكلها ضخمة بس تبقى سهلة جدا. ليه؟ احنا عايزين كله نفس المقام، فالمقام عندي مربع فده صاد تربيع. عرفت منين المقام مربع يا أستاذ؟ بصوا كده المقام تحت، سين زائد صاد تربيع هنا، وهنا هترجع تاني سين زائد صاد تربيع، بس عندي صاد فوق، يبقى الدنيا هترجع زي ما كانت بالظبط. هنجيب بقى الخطوة الجاية من الكتابة اهي، اتنين صاد بعد التعويض المباشر طبعا هتطلع اسهل بكتير، بس عندنا طريقه الكتاب ابسط من الطريقه دي بكتير جدا. كل ده لما نيجي نحله هنلاقي صفر على مقام، هيبقى مقام فيه سين صاد زائد سين الكل تربيع، طبعا صفر على اي حاجه بتساوي صفر، كده اثبتناها. طيب في ابسط من كده؟ في ابسط من كده. ازاي؟ نجيب صفحه جديده كده ونشتغلها. أبسط من كده، أول حاجة أحط بس السؤال حالاً، هتطلع أسرع من اللي إحنا كنا بنعمله ده بكتير، بس أنا قلت أشتغل معاكم الطريقة المطولة لأن دي الطريقة كله بيلجأ لها وبنطبق فيها قانوناً. يعني نشوف بقى الطريقة الأسهل معانا فين. أول حاجة هشتغل بقى إيه؟ سين داش صاد داش، ده ما اتفقنا وعملناها، هيدينا مين؟ اتنين، هفضل دي طبعًا، اتنين صاد ضرب صاد داش، لما يجي هفضل دي زائد اتنين سين سبتة صاد داش، هيبقى لي إن أنا ثبت الأول فضلت الثاني زائد تفاضل الأول اللي هي سين، فتفضل اتنين تفاضل سين بواحد صاد، الكلام ده كله بيساوي صفر. بص بقى إحنا ندخل التفاضلات الثانية دي معانا دلوقتي. طب أبسط دي إزاي؟ إن أنا آخد سين عامل مشترك واقسم على اتنين، دي نفس الخطوة الأولى، لما اقسم دي على اتنين راحت، هاخد صاد داش عامل مشترك أهو، برضو الخطوة الأولى زي بتاعتنا بالظبط، هيبقى لي صاد زائد سين زائد صاد، هنا ملهاش أي علاقة باللي عدى بتساوي صفر، دي الخطوة الثانية. تمام، نبدأ نشتغل عليها بقى تفاضل. ازاي نشتغل عليها تفاضل؟ نثبت دي ونفاضل دي. لما أثبت الصاد داش، خليها بقى من أول السطر هنا والخطوة بالأزرق، هتبقى صاد داش واحدة، نفتح القوس، هفاضل مين؟ واحد وصاد داش تاني، لأن صاد داش لازم تتفاضل، زائد سين، وبعدين احنا كده ثبتنا دي وفضلنا القوس، تفاضل السين، آسف تفاضل السين ايه؟ واحد، لأن أنا بفاضل بالنسبة للسين. طيب الثانية صاد داش، هتبقى دبل داش سين صاد زائد سين عادي خالص، الثانية تبقى ايه؟ صاد داش بتساوي صفر لغاية كده. تمام، نبتدي بقى نعمل ايه؟
نشتغل على اللي قدامنا. أول حاجة سين داش، لما نفك القوس بتاعها ونرتب، نفك أقواس ونرتب. أول ما فك أقواس ورتب طلع المطلوب على طول. إزاي؟ صاد في صاد داش الاثنين، يبقى صاد داش الكل تربيع زائد صاد داش واحد. صاد دبل داش زي ما هي كده، خليها زي ما هي، وده الترتيب بتاعنا. الأول ترم مضروبة في صاد زائد سين زائد صاد داش اهي مع صاد داش اهي، يعني اتنين صاد داش. تعال بقى نشوف الترتيب بتاعنا. أنا عايز أول حاجة مرتبة اللي هي مين؟ سين ضرب صاد. ازاي اطلع سين ضرب صاد من اللي عندنا؟ طيب سين زائد صاد هي صاد زائد سين، هي سين زائد صاد مضروبة في دبل داش، يعني ده صح كده. يبقى أول جزء معايا ده خلاص، هاخده الأول أهو، دال تربيع صاد على دال سين تربيع هيدينا مين؟ صاد، بقت صاد خليها سين، هو طالبها سين الأول. سين زائد صاد كده أول ترم. الترم التاني عايز يكتب اتنين سين داش. طب ما هي سين داش اهي، او صاد داش وصاد داش اهي، يبقى هنكتب مين؟ زائد اتنين كسر دال صاد على دال سين. طب الترم الاخير اللي هي صاد داش تربيع، يبقى دال سين او دال صاد على دال سين الكل تربيع، ريح الدنيا. كل ده بصفر من غير اي تعويضات وطرق طويله، طريق الولكه طويله جدا، ولسه كنا هنجمع بسط هيطلع بصفر على المقام، وهتاخد مننا سطرين ثلاثه تاني قد اللي احنا كتبناه ده مره تاني. يبقى كده الطريقه دي افضل بكتير جدا. نخش بقى على الجزء، حاول ان تحل بنفس الطريقه. اثبت ان، مدينا داله وعايز يثبت ان اهي اللي هي، حاول ان تحل اثنين، عندنا مثال ثلاثه، حاول ان تحل ثلاثه ونقفل الدرس. كنا عايزين نقفل بيه اليونت ان شاء الله، مثال اربعه واحد، اربعه واحد خمسه، وممكن المره الجايه ان شاء الله نقفل اليونت، يبقى قفلنا نص المنهج. ان شاء الله تعالى. ايوه ده يونت، انا بدور كده الوحده تبقى خلصانه، فضلنا درسين ونقفل الوحده دي. طيب نرجع للدرس ده، صفحه، احنا دلوقتي صفحه الكتاب، مثال، حاول ان تحل ده قلناه. قلنا ده اثبت ان، صفحه 15، حاول ان تحل. حالا هي اشرح لكم، نبدا يلا. بسم الله الكريم، اتنين الف اتنين
ألف مدينا سين تربيع، هنفضل كل ده تفاضل أول عادي خالص، هيبقى اتنين سين فضلنا وخلصت، دال سين على دال سين بواحد زائد اتنين صاد صاد داش، شو بس الدنيا ما تهش مننا، بيساوي صفر. ده أول جزء، نفاضل مشتقة عليا زي ما هو كده ونشوف يطلع معانا ازاي. طبعا الأول في مين معانا؟ اتنين، قسمنا كله على اتنين راحت الاتنين، بقت الدنيا أبسط من كده. يبقى بقى معايا مين دلوقتي؟ لون أزرق هو معايا سين، هنحل بالطريقة الأسرع، زائد صاد صاد داش تقريبا خلصت، مش مهم بقى طلع صاد داش وارجع عوض، بلاش الطريقة دي طويلة جدا. طيب لما فاضل السين هتبقى واحد، زائد هفاضل أثبت الصاد وفاضل دي هتبقى صاد دبل داش، زائد لما فاضل الصاد الأولانية صاد داش هتضرب في صاد داش تاني، بقى معانا صاد داش تربيع، كل ده بيساوي صفر. طيب هنعمل ايه بقى؟ تعال نرتب. أول حاجة عايز الصاد الأول أهي مضروبة في صاد دبل داش، هكتبها بالصيغة اللي هو عايزها، دال صاد دال تربيع صاد على دال سين تربيع، ده أول ترم معانا وأول حاجة. صاد دبل داش مضروبة في صاد دبل داش، يبقى صاد داش الكل تربيع، الواحد في الآخر هو ده المطلوب إثباته، خلصت. تمام؟ حاول أن تحل. تمام يا شباب؟ نشوف به، طلع نفس الفورمة اللي هو عايزها. تعال نشوف به كده تطلع بلون مختلف كده عشان إيه ما يدخلوش على بعض. به هنا عايز مدينا صاد اهي بيساوي طا سين، ولسه واخدين قبل كده تفاضل الطا، ها انا سامع ولادي بتقول اهي، خدنا كل ده قلناه مهم جدا، التفاضلات دي تتحفظ زي أسامينا، وقلنا قبل كده رجعناهم ونقدر نرجعهم تاني وتالت ورابع. تمام؟ الجا جتا اللي هو ايه؟ الجا على الآلة ساين كوساين، الجتا سالب جا، الجتا يعني كوساين سالب كوساين. طيب تفاضل القا اللي هي السيك سيك تان قاسين زاسين، طب تفاضل الزا اللي هي تان سالب قا تربيع، يعني تفاضل القطا سالب قطا، قا. تمام؟ دي تفاضلات ضروري جدا نشتغلها. يبقى تفاضل الزا بتاعتنا قا تربيع سين، تفاضل الزا قا تربيع سين، يبقى صد شهي، يبقى تفاضل الطاء قا تربيع سين، دي المشتقة الأولى بتاعتي عادي خالص اهي. تفاضل قا تربيع ملهاش علاقة بمين؟ بال صاد. طيب لما اجي افاضل بقى مرتين هفاضل دي ازاي؟ ودي ضروري جدا نبقى عارفينها. اولا الاثنين هتنزل والقاسين زي ما هي، وبعدين تفاضل ما تحت القوس، تفاضل القا ها قا قتا، تفاضل القا
آسف، تفاضل القاء قا طا زي ما هي. تفاضل القا تتضرب لأن أنا بفاضل تحت التربيع. قا سين طا سين. تمام. طيب كده معانا اتنين. طيب مش دي تعتبر صاد داش؟ تعال نجيبها تاني بالراحة. ايه يعني صاد دبل داش بتساوي اتنين قا سين تربيع في، لان دي هتتضرب في دي، طا سين كده. طا سين دي الاصل، صاد طلعت. طيب احنا كده طلعنا صاد. كان في قانون الاول، خلينا كده بنقول ايه، صاد دبل داش بتساوي، هخلي دي بالصاد لان دي تعورتنا عادي خالص اهي مكانها، صاد يبقى اتنين صاد. فاكرين القانون كان بيقول ايه؟ القانون ده القاء بيساوي واحد زائد طا تربيع. ده قانون من ايه؟ من جتا تربيع. جتا تربيع لما اقسم على، انا عايز الطا يبقى اقسم على جا. تمام. لو فاكرين اثباته، مش فاكرين اثباته، هي قا تربيع بتساوي واحد زائد قا تربيع. يبقى كل اللي اعمله ان هشيل القا واحط مكانها واحد زائد قتا، واحد زائد طا تربيع سين. طب ما هو طا برضه لسه معوضين عنها، يبقى اتنين صاد نفتح القوس، واحد زائد صاد مكانها تربيع كده خلصت. وصلت؟ يبقى كده جبنا الطرف الأيمن ده. نخش على الجزء الأخير من درسنا. هو حل مثال، حاول أن تحل ده قلنا. ثواني بس ارفع لكم السؤال. يوجد دال صاد على دال سين المنحنيات، حاول ان تجد المشتق. احنا قلنا صفحة 15 مع بعض كده. اذا كانت سين تربيع زائد صاد تربيع، إذا كانت صاد بتساوي طا سين، اثبت أن دال تربيع صاد على دال سين تربيع بتساوي اتنين صاد. تمام، احنا خلينا ألف وب صفحة 15. نشوف بقى مثال صاد ونون في دالة بارامترية، صاد وسين في دالة مشتركة بارامترية. ده سهل جدا، خدناه قبل كده وبيجي في الامتحان كتير. نحط السؤال حالا. دي صفحة 16. بنحلها بسهولة جدا. هو عايز مين؟ إن شاء الله يعني عايز دال سين تربيع، دال التربيع صاد على دال سين تربيع. طب احنا نجيب الأول دال صاد على دال سين. يبقى لما نجيب دال سين على دال نون هيدينا مين؟ ستة نون تربيع وخلاص. طب الثانية
دال صاد على دال نون. الطريقة دي هيدينا 12 نون وخلصت. طب احنا عايزين نجيب دال صاد على دال نون، يبقى هنقسمهم على بعض. اتفقنا واخدناها كده قبل كده في ايه؟ تفاضل البارامتري. يبقى دال صاد على دال نون هيبقى 12 نون تقسيم كسري لستة نون تربيع، هيدينا 2، نطلع نون واحدة فوق بالسالب كده، ودي أبسط طريقة. تمام؟ تعال بقى نجيب التفاضل التاني. الأول هو سين دال صاد على دال سين، التفاضل الأول بتاعنا دال صاد على دال سين. تعال بقى نجيب التفاضل التاني، دال صاد تربيع على هفاضل دال سين دال نون دال صاد تربيع على دال سين تربيع. معناها هنا اخش افاضل بالنسبه لسين الكلام ده. بسيطة جدا، أفضل بالنسبة لسين يعني هيبقى سالب 2 نون أص سالب 2، وبعدين هفاضل نون ما تحت الجذر أهو، هيبقى دال نون على دال سين، وإحنا لسه كاتبينه فوق. يبقى معايا سالب 2 على نون تربيع دال سين على دال نون يعني 6 نون تربيع. ها لغاية دلوقتي معايا؟ تفاضل دال نون بالعكس، لأن دال دي دال سين على دال نون، أنا عايز دال نون على دال سين، يعني دي تفاضلها كده، لما اقلبه هيبقى 1 على 6 نون تربيع. فطبعا ده تحت، يبقى معايا مين بقى؟ سالب 2 هتروح مع دي، هيدينا سالب 1 في البسط تحت 3 نون أس 4. ها في أي مشاكل؟ سالب 3 نون أس 4 هحط نون بواحد، هو اللي قال لي فوق اهو في السؤال شرط نون بواحد، يبقى سالب تلت عادي خالص المقام 1 اس 4 بواحد، يبقى اضرب في 1 يدينا المقام سالب تلت مقام 1. طبعا 3 في 1 ب 3 يفضل 3 المقام زي ما هو. ده الاجابه النهائيه. نشوف حاجة تانية. حاول أن تحل، نبين عليها بعد كده حل ناقد. تعال أول نحل سوا التفاضل دال صاد على دال سين، دال صاد على دال سين تربيع وتكعيب، هو مدينا عين جرى حالا عين كدالة بارامترية. طبعا اللي هو البارامتر القياسي بتاعنا المتغير القياسي للسين والصاد عين، المرة دي اهي ثلاثة جزئين. الجزء الأول اشتغل عادي خالص اهو، هجيب دال سين على دال العين بتساوي 2 عين ناقص، وفي ممكن اعوض طبعا مكان السين هنا تبقى صاد وناقص 2 جذر صاد، بس الافضل ما اعملش كده تبقى صعبه وطويل.
هنا تبقى 2 عين ناقص 2. طيب الجزء الثاني بتاعنا د ص على د عين هيبقى 2 عين لغايه دلوقتي تمام. عشان اجيب بقى د ص على د س فنعمل اسمت اللي عندي ده كسري، يعني د ص على د س طبعا فوق كان مثال، هنا مش مثال، هنا حاول ان تحل فلازم اوضحها لك وجات ازاي. بقى اسم الداء هيدينا بالصوره الكسريه هي الاسم، فوق 2 عين بس في المقام اللي هو د س على د عين طبعا ده د ص على د العين اللي هيبقى الاول معايا هيبقى 2 عين على اتنين عين ناقص 2. ده اول جزء معاك. هندخل على مين؟ فاضل تاني. بالنسبة لمين؟ للمقام هيبقى هدخل على ده دال صاد على دال تربيع صاد على دال سين تربيع، يبقى لما فاضل الكسر ده بالنسبة لسين تفاضل الكسر عادي خالص، كل ما يقابلنا عين اعملها دال عين على دال سين. 2 عين اهي، طبعا التين دي تقدر تروح في كل حته كده مش تبقى ابسط، يعني التين دي هتبقى واحد واحد واحد، كاني ضربت في نص فوق ونص المقام بالكامل. هيدينا فوق، هيدينا فوق مين؟ لما فاضل العين بالنسبة للسين تفاضل العين بواحد، فيتبقى لي دال عين بس في البسط على دال سين. خليها الأول بصورة أبسط، فوق في المقام بعد كده عين تحت عين ناقص واحد. هبدأ بقى أتعامل معاها تربيع المقام عين ناقص واحد الكل تربيع. البسط فوق يدينا مين؟ دال عين على دال سين هفضله هيبقى زي ما هو دال عين على دال سين، هثبت المقام عين ناقص واحد ناقص يثبت البسط افاضل المقام د العين على د س. طبعا معايا عين د العين على د س دي لما تتضرب هنا هتدينا دي بالظبط روحت، ودي تتضرب هنا فيتبقى لي ناقص د العين على د س المقام عندي عين ناقص واحد الكل تربيع. طبعا د العين على د س اهي مقلوب ده، فمقلوب ده هيبقى ازاي؟ يعني في البسط راح كده اهو هيبقى عندي في البسط واحد على اتنين، ناخد عامل مشترك اهو واحد على اتنين وفي سالب دي مقلوبها واحد
ما اللي هو نعمل مقلوب فوق عشان ما حدش يتلخبط، واحد على اتنين عين ناقص اتنين، فهناخد اتنين نعمل مشترك بره، يبقى العين ناقص واحد ده مقسوم على مين؟ على عين ناقص واحد تربيع. فهنعمل ايه في ده؟ سهلة جدا، هيبقى معايا سالب واحد فوق اتنين عين ناقص واحد الكل تكعيب بالطريقة دي. طيب هنعمل ايه عشان بقى اشتغل عليها؟ اعوض عن عين باتنين، كل اعمله اشيل، اقول كده عندي عين بتساوي اتنين، يبقى سالب واحد فوق اتنين مضروبة اتنين ناقص واحد بواحد تكعيب، يعني سالب نص. الله أكبر الله أكبر. يبقى كل الفيلم ده طلع سالب نص، بس يهمني الجزئية دي ليه؟ اشتغل عليها تاني دلوقتي. هكتب دال اتنين صاد على دال سين تربيع بالصيغة دي عشان اجيب التكعيب بتاعها، يعني هتبقى سالب نص عين ناقص واحد تكعيب بسالب. ليه؟ عشان لما نشتغل على التفاضل الثالث دال تكعيب تفاضل المشتقة الثالثة على المشتقة سين ثلاثة تكعيب بتساوي، نخلي سالب نص ده بره خالص، بره حساباتنا دلوقتي، ده يضرب في سالب ثلاثة وينقص القص واحد يبقى سالب أربعة، وبعدين ضرب أو مشتقة ما بداخل القوس بالنسبة لسين، يعني دال عين على دال سين بس، دال عين على دال سين لسه قايلينها مقلوبها فوق أهو معانا، دال عين على دال سين ده مقلوبها، مقلوبها بالموجب كمان، يعني في واحد على اتنين عامل مشترك وعين زائد واحد في المقام، يعني دال عين على دال سين. كل اللي هيحصل ايه؟ طبعا احنا عوضنا مكان دي دلوقتي، خليها بس خطوة جديدة كده بالراحة اهو، يساوي دي هتبقى مضروبة في نص، يبقى تلاتة مضروبة في تلاتة على الاتنين اهي، احنا كتبناها الاول لان دي سالب في سالب بموجب، وعين ناقص واحد نص سالب اربعة هتبقى تحت او طلعها فوق، تبقى تلاتة على اربعة عين ناقص واحد نص سالب خمسة، عند عين بواحد عند عين باتنين بنفس الطريقة، تلاتة على الأربعة يبقى العين عوض عنها باتنين، واحد اتنين ناقص واحد بواحد والصالب خمسة، كل ده بواحد، يبقى الناتج النهائي بتاع الدال تبقى كده بالأزرق، دال صاد المشتقة التالتة على دال سين تكعيب عند عين بتساوي اتنين تلاتة على الأربعة. يا رب تكون واضحة ليكم إن شاء الله تعالى. نخش على كده معانا، أنا جبت لكم الكتاب أهو، يا رب تكونوا شايفينه في الشير. تفكير الناقد ده يعني هو محتاج وقت ومحتاج رسم، مش بيجي في الامتحانات إلا إذا ذكر إن هو مهم،
ما ذكروش سند التفكير النقد ده مهم. بس نقرأ: يبين الشكل المقابل تمثيل البيانين لمنحنيات الدوال دال س. يبقى دي دوال عن الدرجة الثانية والثالثة والرابعة. مالهم بقى؟ الأزرق ده الأحمر الثانية اللي هو اللون البيربل ده تقريبا ده موف أو نبيتي زي ما بنقول. رقم جيم دي اللي هي مين؟ الدرجة الثانية. رقم ب الدرجة الثالثة. رقم ألف الدرجة خط مستقيم الدرجة الأولى. رقم ألف الأولى. رقم ألف خط مستقيم. نعم ده مستقيم الدرجة الأولى. فهو عايز دال سين داش لكل منحنى. دال داش سين دال دال داش سين حيث دال سين دال اكسترا تحدد منحنى كل دالة. طبعا لو قلنا دالة سين لازم تكون أكبر أس فيهم، يبقى ب هي دال سين. ب هي دال سين. طب دال داش سين هي جيم. لما فاضل الدرجة الثالثة تديني الدرجة الثانية يبقى جيم. لما فاضل الدرجة الثانية تديني درجة خط مستقيم الدرجة الأولى اللي هي دال دبل داش تطلع ألف. دال دبل داش تطلع ألف. دي ممكن تيجي في الاختيارات، حليناها سوا. طبعا جيو جيبرا مش متوقع ان هو يجي في الامتحان نهائي، لان ده كله بيبقى نشاط في المدرسه كده. بفضل الله تعالى خلصنا الدرس الثالث، ممكن نخش على الدرس الرابع لان ده تطبيق معادلات المماس والعمودي لمنحنى. equation of the tangent and the normal to a curve. فكر وناقش، سهله جدا. لما فاضل المنحنى عند نقطة معينة يديني الخط اللي بيميل الخط عند النقطة دي، يبقى ميل المماس عند المنحنى بكام؟ تاني يا رب يكونوا شايفين في الشير. في منحنى عندي من أي درجة تانية تالتة، المهم عند حتة معينة في المنحنى في خط بيلمس. الخط اللي بيلمس المنحنى ده لما أفاضل المنحنى اللي عندي وعوض عنه بالنقطة تقاطع الخط ده هيديني مين المماس هناك؟ طب العمودي عليه ايه؟ يبقى اقلب واغير الإشارة. العمودي عليه اقلب واغير الإشارة. قوانين الميل ايه لو فاكرين؟ وازاي بحدد المستقيم من الميل؟ قوانين الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السناس. وبعدين بحدد المستقيم ازاي؟ س ناقص صاد واحد على صاد ناقص صاد واحد على سين ناقص سين واحد بيساوي الميل. من العمودي بقى لو عايز اجيب العمودي يبقى سالب واحد على الميل نفسه. كل ده في التطبيق احسن هيبان معانا ان شاء الله. بس في حته مهمه جدا اكبرها لكم ايه؟ لان ليها مسميات حسب السؤال، هنحطها حالا ونبتدي نشتغل عليها. اهي مدينا نقطة المنحنى، نقطة عن المنحنى اللي هي دال صاد على دال س. ده مين المماس هناك؟ معادلة المماس أطلعه منها، وبعدين ممكن ميل العمودي كمان دال صاد على دال س، بس لما أقلب الميل ومعادلة العمودي. كل ده مسمى لدال صاد على دال س حسب حالة سؤالنا. هي الموضوع مش تطبيقي أكتر منه، إحنا فاهمين كل اللي عدى ونشتغل بيه. يعني أنا فاهم يعني إيه، برضه أرسمها لكم تاني. أدي خط، لو أنا جبت الميل عند النقطة دي يبقى لازم عارف تعريف النقطة س وصاد. طيب لما أجيب الميل أو لما أجيب المشتقة الأولى هنا، لما المشتقة الأولى يبقى معادلة المماس أعوض عنها بسين وصاد هيديني الميل. يبقى مين المماس ده؟ يبقى المشتقة الأولى لدال سين، المشتقة الأولى لدال سين عند النقط سين وصاد يديني الميل.
من مين؟ من الخط عند النقطة دي، من الخط عند النقطة دي، الخط ده اسمه مماس. دي ببساطة جدا اللي احنا بنقول عليه، تمام؟ نبدأ بقى نشتغل الأمثلة التطبيقية بتاعتنا. إن شاء الله نلحق نخلص الدرس، بسيط جدا. في مثال، مثال واحد أهو، بعدين مثال اثنين، ومثال ثلاثة، وبعد كده أمثلة. نقدر نخلص ثلاث أمثلة دول إن شاء الله تعالى بسرعة، لأن هو بسيط جدا وتطبيقاته سهلة، ما في أسهل منها. يبقى كده فاضل لنا درس واحد ونقفل اليونت دي، يبقى نص منهج خلص بتاعنا في التفاضل التكامل. نخلص المنهج ده ونبدأ إن شاء الله المحاضرة الجاية جبر إذا ربي أراد. بيقول لنا أوجد معادلة المماس مثال صفحة 18 مثال واحد حالا، أهو هبعته لكم على الشير. مثال تطبيق على الدوال المثلثية، أوجد معادلتي المماس والعمود للمنحنى صاد. بدأ كده تطبيق مباشر على الدوال المثلثية. طب تعال نجيب صاد داش كده، يبقى صاد داش ده الأول، دال سين على دال صاد هو الميل. اتنين سين راحت، تفاضل الزطب إيه لو فاكرين؟ ها هلهلكوا طبعا أهو. وأولا لازم يجيب النقطة بالتعويض عادي، بس تعالوا نجيب التفاضل بعد نجيب النقطة. تفاضل الزطا بقطع تربيع، تفاضل الزا بقاء تربيع، يبقى الزطا دي لما فاضلها طبعا ده سالب قطع تربيع سين كده الميل. ده مين؟ ده الميل. طيب أنا عايز أعرف النقطة بتاعتي فين؟ أنا حدثتها السينية تساوي يعني الإكس أو السين، آسف بالعربي، السين بتساوي باي على 4، الزاوية بتساوي 5، 180 قسمة 4 الباي يعني 180، الباي يعني 180، يبقى 180 السين بتاعتي 180 على 4 يعني 45. لما عوض أجيب الصاد، يبقى باي على 4 في 2 يعني 90، زاطا يعني مقلوب الزا يعني كوزين يعني بالآلة، حتى ما ينفعش يجيبها بالآلة، زاطا جيب زا بالآلة، جا اللي بقدر يجيبها بالآلة جا جتا زا، يبقى 2 ضرب 4 على 2 90 ناقص مقلوب 1 على زا 45، زا 45 بواحد، تمام معايا يا شباب؟ يبقى الصاد بتاعتي تطلع بكام؟ باي على 2 ناقص 1، خليها باي يعني 90 دي باي على 2، وده 1، 1 زا 45 هي زطا، 1 على 1، أنا ربطت الزا زطا ليه؟ عشان أعرف أتعامل معاها. يبقى الصاد نكتبها بقى بالباي، باي على 2، هو مش عايزها بالزوايا، عايزها طبعا بزاوية 89 درجة بالظبط ناقص 1 كده. أنا معايا النقطة السين بتاعتي بباي على 4، الصاد بتاعتي باي على 2 ناقص 1. كل اللي نعمله بقى هو عايز إيه؟ معادلتي المماس. يبقى معادلة المماس خلي ده زي ما هو كده، نبدأ نجيب معادلة المماس ومعادلة العمود، تمام؟ طيب النقطة زي ما هي، الميل طلعناه 2 زائد قطع تربيع باي على 4، نعوض عنها الميل بكام؟ طبعا الآلة 2 ناقص قطع مقلوب الساين يعني باي ما واحد على جا، واحد على جا قطع تدينا واحد، طبعا سين دي
باي على 4 يعني قد 45 تربيع. فلما نيجي نشتغل عادي خالص، طبعا دي زائد مش ناقص، احنا كتبنا لي ناقص، ما هي ناقص الزطا ناقص قد تربيع ناقص ناقص تدينا موجب، الزطا ناقص قد تربيع تدينا موجب. فطبعا دي مقلوب القتا كده، واحد على جذر اتنين واحد، يعني مقلوب الساين مقلوب الجا ده تربيع، واحد على جذر اتنين يطلع فوق جذر اتنين تربيع، يعني اتنين يعني الموضوع كله باربعة، لان ده يطلع واحد على جذر اتنين ويطلع فوق كمان هيبقى اتنين اربعة، يبقى كده المماس قيمته اربعة. يجيب بقى ايه؟ الميل بتاع العمودي سالب واحد على اربعة، نقدر نجيب بدول اي حاجة. طيب هو طالب المعادلة بتاعة المماس. طيب ازاي معادلة المماس؟ صاد ناقص النقطة بتاعت صاد بتاعتي باي على اتنين ناقص واحد تبقى زائد واحد بتساوي الميل بتاعي، ده معادلة المماس عادي، أربعة هضربها في سين ناقص سين بتاعتي مديها لي باي على أربعة، هي الخمسة وأربعين محاولناش اشتغلنا للآخر، الأربعة تتضرب هنا وتخش جوه أو نطلع لها السين بره براحتنا، والأربعة تتضرب في الباي بالراحة كده. يبقى أول حاجة صاد ناقص باي على اتنين زائد واحد بتساوي أربعة سين ناقص باي، لأن الناقص الأربعة راحت مع الأربعة. هنخلي أربعة سين الأول زي ما هي هي ونودي لها صاد بالناقص، إحنا غيرنا صاد، خلينا ده بالسالب تخش لها موجب، يا تخش بالموجب هنا ليها، يبقى موجب باي على اتنين، يبقى لنا موجب باي على اتنين زائد واحد، دي الصيغة النهائية عنده في الكتاب. ممكن لو هو عايزها دي معادلة المماس بطريقة الصاد، أخلي الصاد كلها في طرف وودي ده الناحية التانية برضو. إزاي دي؟ خلي الصاد زي ما هي هي، تبقى صاد على اليمين هنودي ده الناحية التانية بالسالب هيبقى موجب، ونودي الواحد أربعة سين زي ما هي ناقص واحد، دي لما تعدي برة تعدي بالموجب يبقى ناقص واحد ناقص نص باي، يبقى ناقص نص باي كده، ودي اللي كاتبها في الكتاب بالضبط زي ما انتوا شايفين في صفحة 19 في أول جزء من العمودي. كل أعمل نفس الكلام بس هخلي العمودي بتاعي سالب ربع مش أربعة، يبقى كل الكلام ده هيتكرر، صاد ناقص باي على اتنين ثواني بس باي على اتنين زي اللي عملتها فوق بالضبط، كل نعمله بدل أربعة تبقى سالب ربع كده سين نفس النقطة باي على أربعة. طيب هنخلي بقى مين؟ الصاد كده في طرف، وهنودي الناحية التانية مع الضرب ده كده، هعمل خفيفة اهو، هطلعه زائد باي على اتنين ناقص واحد. تعالوا نضرب بقى هنا، يبقى أول جزء معانا سالب ربع سين، سالب هتضرب في سالب زائد باي على 16 4 في 4، وفي معايا زائد باي
على 2، لو عايزينها 16 هضرب ده في 8 وده في 8، يبقى 9 باي على 16 ناقص 1. يعني انا هجمع مين؟ هجمع دول بس، 1 على 16 و8، هضرب ده في 2 وده في 2، ده في 8 وده في 8، مش يبقى 16 توحيد مقامات. يبقى الإجابة النهائية بتاعتنا هنا جت منين؟ عرفنا جت منين؟ هتبقى في الكتاب طبعا على طول، سالب ربع س زائد 9 باي 8 و1 باي، والمقامات متوحدة، على 16 ناقص 1. بصوا كده تحت الحل اللي قلناه، سالب ربع س زائد 9 على 16 باي، اللي هي 9 باي على 16 ناقص 1. في كمان حاول أن تحل، مديهولنا أهو، ص بتساوي 3 زائد ق س عند النقطة التي تقع على المنحنى وإحداثية الثي السينين. وإحداثيها الثي السين يساوي 2 باي على 3. هو كل اللي نعمله بس تفاضل القاء بإيه؟ بقطع تربيع. تفاضل القاء، آسف، قاء تفاضل السك سك تان. قا طا، تفاضل القا قا طا، وابتدي اعوض، واعوض الاول كمان عشان اجيب النقطه، اعوض بالسين 2 في 180 على 3، قا تفاضل يعني 1 على جتا تدينا قا، واجيبها بالاله وزي اللي فوق بالظبط. نجيب بقى مين؟ معادلتي المماس والمنحنى، ده مثال 2 مديهولنا اهو، مدينا مثال تطبيقي اللي هو حساب المساحة، وعايز معادلة المماس والمنحنى والعمودين، المنحنى س تربيع زائد ص بنفس الطريقة سواء، هي نجيبها طبعا، هو شرح رسمة مش علينا رسمة نهائي، هو بس بيوريكم يعني ايه معادلة المنحنى، عامل زي القطع الزائد قدامنا، خدتوه في سنة تانية قطع الزائد. نجيب بس ايه صفحة جديدة كده نشتغل عليها، تقريبا ده هيبقى آخر مثال معانا، وبعد كده يبقى معانا في نوعية تانية من الأسئلة اشتقاق البرامتر، لما يكون س في نون وصاد في نون، ونشتغل عادي جدا دال س على دال ص بنفس الطريقة. المهم نجيب المماس أهم حاجة، ونجيب العمودي بتاعه ونقلبه ونغير إشارته ونعوض، طب المباشر يدينا الدنيا معانا ماشية ازاي. يلا نجيب السؤال ده، اوجد او اوجدي معادلتي المماس والمنحنى والعمودي المنحنى ده، ومدينا النقطة. طيب اجيب ازاي معادلة المماس والمنحنى؟ لازم اجيب الميل، ومن النقطة دي اقدر اتعامل مع مين؟ مع الميل والنقطة، واجيب الايه اللي هو طالبه، وبعدين كمان هنحسب بعد كده المساحة. سهلة جدا، مساحة المثلث اخدناها قبل كده، نص مين؟ ها، نص حاصل طول القاعدة في الارتفاع. هو لو الرسمة تيجي بسرعة تمام، هو طبعا لازم الرسمة، لو جاب لنا جبنا الرسمة، يا إما نجيب طول الضلعين ونكتب حاصل ضرب الضلعين في جاء الزاوية بينهم، وده قانون تاني ليه، بس أسهل نحط المنحنى بتاعنا أو المماسات اللي هنجيبها، معادلة العمود ومعادلة المماس نرسمهم وهوريكم ازاي، ونجيب المساحة. نتوكل على الله عشان فاضل 10 دقايق. أول حاجة اشتغل على مين؟ على المعادلة الأساسية دي، 2 س مفيش دال س على دال ص، على طول 2 س زائد 3 أفاضل س ص زائد 3 تاني، س زي ما هي اداني ص داش، ادي الميل اهو طلع، زائد 2 ص ص داش، كل ده بيساوي صفر، الواحد بقى بصفر. خلي بالنا مدينا الف س وص، يعني عشان اجيب الميل بقى اعوض عن س بسالب واحد ص بواحد، يبقى ده سالب 2 زائد، يعني ده سالب واحد اهو
لواح اجيب بس من مختلف، ده سالب واحد وده واحد، سالب واحد واحد، يبقى ده سالب اتنين تلاتة ناقص تلاتة ميم، خلاص احنا عرفنا صاد داش يعني ميم، زائد اتنين في واحد اتنين ميم. كده الدنيا بقت سهلة جدا اهي، لان الصاد داش هو الميم. سالب 2 و3 يدينا 1، م سالب 3 و2 ناقص م، يبقى م معايا بتساوي 0، ميم معايا بتساوي واحد. طب ميم العمودي نقلب الواحد برضو بواحد ويبقى سالب واحد. دلوقتي بقى هنجيب ميم معادلة الأولى، معادلة المماس، أكد من أرقام. تمام، ميم المماس واحد وميم العمودي سالب واحد، معادلة المماس بقى بتساوي، أجيبها إزاي؟ ص ناقص ص النقطة بيساوي الميل واحد ضرب س ناقص س النقطة ناقص ناقص واحد. كده ص بتاعتي طبعا الواحد ملوش أي لازمة في القوس، هيديني الس يطلع بره زائد اتنين، دي معادلة المماس بتاعتي. طبعا ارسمه، هقولكم بالرسم حالا هيطلع ازاي، ودي اول معادلة مطلوبة مننا، ص بيساوي س زائد اتنين، لما نرسمه يطلع مايل كده. التاني بقى ده اول واحد اهو معانا، الميل بواحد ناحية الميم، لما أجيب معادلة العمودي طبعا عارفين ازاي بنرسم ده، س صفر واحد اتنين، وارسم جدول سريع وفي وقت ان شاء الله نعمله سوا. طيب هنا هيبقى معايا مين؟ التعويضة بتاعتي معادلة العمودي اهو، نفس المعادلة دي ص ناقص واحد، بس بدل الواحد أحط سالب واحد، س زائد واحد، طبعا السالب ده غير الدنيا فهتديني س ناقص ص دي ناقص واحد، ويجي لها موجب واحد، يبقى المعادلة بس ص بتساوي سالب س، ودي المعادلة التانية لما يترسم هيترسم كده. هو عايز بقى ايه؟ طالب مساحة لما اقطع محور السينات في نقطتين ب و ج، يعني ده ب وده ج زي ما واضحة في الكتاب، فقطع ب و ج من عند صفر لغاية رقم اتنين، لو عوضت في المعادلة التانية دي س بصفر تطلع الص باتنين، س بصفر ص بصفر اسف الص الص س بصفر الص باتنين، يبقى اقدر اجيب ايه؟ ده متعامدين، حاصل ضرب الضلعين دول بتوع التعامد والعمودي بتاع اتنين وده واحد، يبقى اتنين نص حاصل ضرب القاعدتين اللي هو الجزء اللي تحت خالص ده اتنين في واحد اتنين، العمود الثاني واحد ده باتنين وده بواحد، يبقى مساحة المثلث عندي واحد. الرسمة بتاعت الكتاب برضو أجيبها لكم نشرحها ونختم بيها. اللي مطلوب مننا في رسمة الكتاب هو طبعا مش عليها درجات الرسمة بتبقى، بس مهمة جدا إن أقدر أستنتج بيها
المساحه صح. ازاي الكلام ده؟ انا يهمني اللي مرسوم بالاسود اللي هو المماس عند الف، والعمودي المرسوم بالبيربل ده او اللون النبيتي ده. لما نوصل زي ما اتفقنا اقدر احدد ده انا فين. هنا نص ده يعني ده طوله 2، الارتفاع ده واضح قوي بواحد اهو. وبعدين القاعده في الارتفاع في نص، النص من القانون والقاعده باتنين والارتفاع بواحد. نخلص بيها لما ارسم، طبعا ما ارسمش ده نهائي، مش علينا رسم ده خالص، قطع الزائد ده، لان ده معادله قطع زائد اللي مديها لنا. ولما نرسمه بنرسمه كده، ده ليها برنامج وحوار تاني خالص بنبدا رسمته من الاول فيه، وده مش علينا. علينا بس ارسم الخطين المستقيمين متعامدين واعرف اتقطعوا فين عشان احدد المثلث بتاعهم اللي هو طلبه، وهو عايز مساحة المثلث اللي متخطط ده هيطلع بوحدة مربعة، يطلع بوحدة مربعة، واحد وحدة مربعة. ندينا بقى حاول أن تحل أول مساحة المثلث المحدد بمحور سينات والمماس والعمودي عليه بنفس الطريقة، نقدر نبدأ بيها سوا، نبدأها وبعدين نختم على طول ووريكم نتعامل معها ازاي، واسيبها لكم بعد كده واجي. ايه ثواني كده. هي هجيب أستاذ صابر؟